اهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعين منبر 24 دائما من مدينة طنجة. كما كتشاهدوا الان في الصورة، طنجة من الصباح اشتكت تح، من الصباح اشتكت تح بهذا الشكل هذا، يعني اجواء ممطرة جدا في مدينة طنجة. متتبعين الكرام شاهدوا معي، يعني واحد نوع ديال الزحام في هذه الساعات هذه، لان الان سيتم يعني حظر التجوال على الساعة التاسعة. متابعينا الكرام شاهدوا معي الاجواء الجميلة هنا في مدينة طنجة، شاهدوا معي اجواء ممطرة هنا في مدينة طنجة، ومجموعة ديال السيارات يعني مزحمين باغيين يمشيوا بحالتهم، لان حظر التجوال ممنوع منعا كليا على الساعة التاسعة الا للضرورة. متابعينا الكرام الله يرحمنا والله يكون معنا والله يرفع علينا هذا الوباء في اقرب وقت ان شاء الله. كما كتشاهدوا متتبعينا الكرام، يعني اجواء ممطره على عاصمه البوغاز هنا في مدينه طنجه. كما كتشاهدوا معي يعني الدنيا عامره بالسيارات، يعني عامره بالسيارات، والشتاء من الصباح راه كطيح بهذا الشكل هذا، يعني خفيفه ويعني جات ملاصقه مع بعضياتها، والحمد لله. نسال الله عز وجل ان يرحمنا ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. متتبعينا الكرام، اذا متتبعينا الكرام كما كتشاهدوا معي هنايا في مدينه طنجه اجواء ممطره، اجواء ممطره وبارده بواحد الشكل جميل. متتبعينا شاهدوا معنا، شاهدوا يعني شي حاجه واعره في عاصمه البوغاز في زمن كورونا. هاد العام غادي يكون عام زين ان شاء الله، وما غاديش يبقى هاد الوباء عما قريب سينتهي باذن الله سبحانه وتعالى برب العالمين. مازال كيرحم العباد ديالو، ومازال كيشوف العباد ديالو، يعني كيرحمنا رغم الظروف القاسيه اللي كيعيشوها مجموعه ديال المواطنين هنا في مدينه طنجه. ومجموع يعني ما كنهضرش على مدينه طنجه والسلام، وانما المغرب ككل، وخصوصا ربي العالمين مازال كيرحمنا، يعني مازال الخير في البلاد، مازال الخير غيجي ان شاء الله. الانسان ما خصوش، مازال ان شاء الله الخير غادي يكون في المستقبل العاجل ان شاء الله، وغيجي واحد النهار هاد كورونا ما غاديش تبقى بصفة نهائية، ويرجعوا جميع المواطنين الى الحياة ديالهم الطبيعية، يخدموا يبقاو يخرجوا يديروا رحلات ومجموعة ديال الامور. متتبعينا الكرام، غير الانسان يحمد الله سبحانه وتعالى، يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى. متتبعينا الكرام، يعني كما كتشاهدوا الشتا نهار كامل كطيح، الفلاح غيكون فرحان بواحد الشكل زوين، الفلاح غيكون هذا العام زين بالنسبة له ان شاء الله، وبالنسبة لجميع المواطنين المغاربة غادي ترخص الخضرة، وغادي يكون الحوت، وغادي تكون البركة ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. متتبعينا الكرام، وهذا الشيء هذا اللي كنعيشوا، هذا الازمات اللي كيعيشوا الناس، ويعني اغلبهم ما غاديش ندخل غير المجموعه، يعني غادي يجي الخير ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. يعني حيا مازال متشبتين بالله عز وجل، وهذا الشيء هذا يعني كيبين على الخير اللي ماجي القدام، والخير مازال كاين ان شاء الله يا رب العالمين. كما قلت لكم غيجي واحد النهار هاد كورونا ما تبقاش يعني تولي بحال شي حلم كنا ناعسين كنحلموا هذا الحلم هذا الخبيث البشع. متتبعينا الكرام، دائما من مدينه طنجه نحاول ان نشارك معكم الاجواء هنا في مدينه طنجه. كما كتشاهدوا معنا اجواء ممطره وبارده جدا بواحد الشكل بزاف. متتبعينا الكرام،
يعني كتشوفوا الدنيا شبه خاليه هنايا في مدينه طنجه، خصوصا في هذا الشارع هذا، لان دابا مع كورونا كيسدوا مع السعود مع الثامنه عفوا مع الساعه الثامنه المقاهي والمطاعم والمتاجر، يعني غادي يسدوا مع 8 ومع التسعود، كلشي داخل الدار، كلشي مشى بحالاتو، كيبقاو غير الامن كيدوروا في الشوارع ديال مدينه طنجه. وتحيه لهم، تحيه لجميع السلطات المحليه والدرك الملكي اللي كيبقى ساهر على الطرقات حفاظا على سلامه المواطنين المتبعين الكرام. كما كتشاهدوا هنايا اجواء ممطره عاديه جدا، رغم ان اولا اريد عفوا المتتبعين الكرام، اولا بغيت نوجه التحيه ديالي لجميع الزملاء في جريده منبر 24، تحيه لهم، والتحيه لمدير الجريده سي كريم، تحيه لكم، ودائما تحيه لجميع المتتبعين الكرام في مكانه سواء داخل الوطن او خارج الوطن. متتبعين الكرام، كما كتشاهدوا من مدينة طنجة أجواء ممطرة وباردة شيئا ما، كنتمنى الله عز وجل ارحمنا، ونسأل الله عز وجل كذلك أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يرزقنا بمزيد من الصبر. متتبعينا الكرام، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كل شيء غادي يكون بخير، كل شيء غادي يكون بخير وعلى خير في القريب العاجل، في القريب العاجل إن شاء الله. كما كتشاهدوا متتبعينا الكرام باللي اشتطحت، هذا العام غيولي زين، الخضره غادي تولي رخيصه، يعني الحوت غادي يولي رخيص، ومجموعه ديال الامور اللي غادي تحل ان شاء الله بسبب هذه البركه اللي كينزلها الله عز وجل. إذن متتبعينا الكرام، إلى هنا سننهي هذا المباشر من مدينة طنجة. كما شاهدتوا معنا باللي كان واحد نوع ديال التساقطات المطرية على عاصمة البغاز، كنضربوا لكم الموعد في المباشر لمجد إن شاء الله بإذن الله، إلى اللقاء متتبعينا الكرام.